نمشي عايزكم نسمع. انا افضل كان جاهز البارح في الوقفه، اليوم تاريخ البارح، لانه كان ينتظر تنتظر المعارضه اطلاق سراح على الاقل خيام التركي، باعتبار تنتهي مده المحكوميه الايقاف تاع عام واربع شهور، ما تمش اطلاق سراحه لسه فيه البارح واليوم البقيه لم يقع هذا. كان ثم وقفه للمعارضه لتنسيقية علاج جبل خلاص، وكذلك معارضين حتى من عام التيار الديمقراطي، مجموعه كبيره من المعارضين، كانت مسيره قويه. نشوفوا اذا كان جاهزه كلمه منيا ابراهيم نائب المجلس الوطني التاسيسي، القت كلمه حماسيه ولكنها قويه في الحقيقه. اذا كان جاهزه خلينا نمرروها وراجعين معك. يلا نذكر الساده المشاهدين بهذه الكلمه. يلا. بدون مستقبل، لأنه بدون حاضر خاف المعارضة وحطهم في الحبس، إذا له طريق مش يكون معبد. احنا العائلات، احنا الأصدقاء، احنا الوطنيين، مازلنا واقفين، مازلنا صامتين، ما نش مش نستعملوا لآخر نفس فيهم. الشرفاء مش يخرجوا من السجون، الشرفاء يخرجوا من السجون. احنا لينا الشرف، لينا الكرامة، لينا النزال، لينا المستقبل. عندي ليك العار وليك الخلي، عندي وليك العبد الكل. الحرية الحرية للمعارضة التونسية، الحرية الحرية للمعارضة التونسية، الحرية الحرية للمعارضة. عنوانه ارحل يا فاشل، هذا يلخص المشهد اليوم في تونس. يعني هذا ما عادش يعني عنوان ولا شعار ترفعه عائلات المساجين والناس الضحايا ولا السياسيين فقط، الطبقة السياسية. نعم. هذا شعار صار يسري على ألسنة التونسيين والتونسيات، لأنه فعلا هذا الرجل عنوان الفشل والمظالم اللي نعيشه فيها اليوم. ما كناش نتصور حتى في طور الخيال ان تونس مش ترجع الى هذا المستوى، نرجع مرحله المساجين والسجون والمتابعات والعائلات المكلومه امام المعتقلات واللي تهز القفه والاتعاب نتاع الصغار والزوجه، يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت. ولكن التقدير هذه مرحله عابره لا تمتلك مقاومه الاستمرار طويلا، لان فعلا تونس في مرحله العبث. تو الناس يتحدثوا، مش ناس يتحدثوا بالتصنيف، يعني فما الادب السريالي والادب الخيالي. نعم. والسينما الخياليه، ولينا امام القضاء الخيالي. لما تقرا انت حقيقه يعني قرار ختم البحث شيء يفوق الخيال، يعني شيء مفتعل ومصطنع، مرويات واحداث وشخصيات وتركيب شيء على بعضه، شاشيت هذا على راس هذا، يعني حقيقه فضيحه. لو كان يعرض هذا قرار ختم البحث على اي جهه قضائيه، مؤسسه قضائيه دوليه، حقيقة تونس ستصبح يعني فضيحة. هذا وقع، لا وقع في كوريا الشمالية ولا في زيمبابوي ولا في أي دولة من دول العالم. زيمبابوي وقت موغابي نقصد، يعني حقيقة فضيحة بيتم معنى الكلمة. يعني أصبح القضاء يستخدم فعلا هو وظيفة للفتك بالخصوم السياسيين وتركيب الأحداث والحيثيات. المهم حاجتك بيه ذاك سوق السجن وركب له قضية من القضايا، هذا اللي حصل. بالرغم سيد سعيد كلم في مجلس الأمن القومي، ربما نسمع من بعض منه، يقول احترمنا الاجراءات، وبالعكس يقول وقع التمطيط. كله كذب وبلوط،
كله كذب وبلوط، لا احترموا الإجراءات ولا احترموا الحيثيات ولا احترموا القواعد القانونية ولا بديهية القضاء ولا أي شيء. ناس مطيسين في السجون 14 شهر. يعني أنا شفت واحدة من الحيثيات، يعني عصام الشابي مدان، علاش؟ لأنه يلتقي مع شو اسمه، يلتقي مع نجيب الشابي، نجيب الشابي أخوه شقيقه، يعني إذا يلتقي الشقيق مع شقيقه أصبحت تهمة. وقص على ذلك يعني سيدة فاضلة أعرفه عن قرب، يعني متهمة أنها تمشي الحي هلال وما نعرفش الملاسين وحي التضامن حتى تؤلب المجرمين ضد السلطة. هي ما دخلت ممكن حتى حي هلال أصلا. فبحيث فما اختلاق للأحداث، يعني هذا كان يقاتلك قاتلك يبحث لك معناه في الحيثيات وأدوات الإدانة، المهم باش يخليك في السجن. وعلاش يخليهم في السجن؟ لأن قيس سعيد خايف لكن يخرجوا له، هذوما شخصيات وقامات سياسية من الوزن الأول ممكن يترشحوا ينافسوه انتخابي، هذاك علاش. فكل واحد عمل له القالب نتاعه، قيس سعيد كل واحد يضبط له القالب نتاعه، عمل له قالب على المقاس باش يقسم الحياة السياسية. وهذوما توا حتى المنافسين نتاعه اللي موجودين برا إذا ما يلقالوش تهمة جازة يعملوا حتى معناها سرقة نتاع الدجاج. سمعنا أو معناها شو اسمه الإساءة لموظف أو كذا في الطريق العام، هذا كل معناها سمعنا في الإذاعة الأستاذ عبد الرزاق الخلولي أعتقد من مناصري سعيد والحراك هذا نتاع 25 جويلية قال إنه كل واحد لا يستظهر بحضوره في تونس 180 يوم بمعنى مقيم في الخارج سيمنع، ويحكي على أساس أنه إذا أعلم غيب مشروع قانون سيضاف انتخابات. وقال الثاني أنه يلزم كل واحد ما عنده ماهوش محل متابعة قضائية مش حكم، ولكن من هو من اليوم من النشطين والنشطاء مش متابع لأنه هو حب يعمل. قيس سعيد هي المسألة كلها متاع تحيل، كما تدار السياسة بالتحيل، رغم أن يقول لك الصادقين هم الكاذبين في حقيقة الأمر، لا فما صدق ولا نزاه ولا حد شيء. هو يشوف الحالات ويعمل لها القالب القانوني على مقاسه، لا نشكون فما احتمال مش احتمال. واضح الآن فما منافسة من الخارج، مثلا ترشح له شو اسمه الزنايدي من الخارج، كيفاش يعمل له قالب قانوني على مقاسه معناه في القانون الانتخابي أو عن طريق الليزي بشكل يتم استبعاده، ولأن حاط فرضية أنه ممكن يرجع من فرنسا ويدخل لتونس. إذا دخل لتونس هو باش يعمل له قانون بمفعول رجعي، لازم يكون كذا كذا عداها في تونس وما نجمش يترشح. وقس على ذلك لأنه يبدا ما يرقدش النوم في الليل، يسهر في الليل ويخدم في مخه، كيفاش كل واحد يعمل له كموسة من الكمامس، كيفاش يعمل له كموسة بقالب قانوني. هكذا هي اليوم تدار الأوضاع السياسية، لا فما صدق ولا فما نزاهة ولا علاقة لهذا الأمر بعمر الفاروق حاشاه. معناه كل ما هنالك اليوم هو تحيل وخداع وكذب واستخدام القضاء واستخدام ما هو مشروع وغير مشروع. بعض المعارضة يحكوا على أن سعيد فعلا عادل، ولكن عادل في الظلم. لا عادل موش ظالم حتى في ظلمه، هو يقولوا عادل في توزيع الظلم في الجانب هذا، ممكن قاعد يوزع في ظلمه على الجميع. البعض توقع أن قيس سعيد باش يظلم النهضويين فقط، وذاك علاش صفقوا للانقلاب. نعم. كما واحد مهبول في الحومة حبوا يسيبوه على أولاد الحومة واللي هم النهضويين، أخي هو تسيب على الجميع على كل الأحياء، ما خلى حتى حد، الطايح أكثر من الوقف. هذا واقع الحالة اليوم مع حفظ المقامات. قيس القروي هذا من قيادات الحراك المناصر سيد سعيد قال مطالب بالحصانة مدى الحياة سعيد. إيه باش تعرف العبث. هو قيس سعيد حل البرلمان الذين تحت عنوان الذين يتحصنون، يتهم في أعضاء مجلس النواب أنهم يختفوا وراء الحصانة، وهي في الأمر معمول به كل برلمانات العالم في حصانة، وبرلمان قيس سعيد اليوم في حصانة، والآن مبرر أن قيس سعيد يستمر في الحكم نعملوا له حصانة مدى الحياة، حصانة دائم. هذا جمعته مش تعرف مستوى العبث من مرقته تعرف بين عشاه. هو يعني قال حفاظا على مشروع سعيد. ايش هو مشروع سعيد؟ قال حتى عندما ياتي من بعده ما يفسدوش المشروع نتاعه. هو مشروع ازلي هذا، حتى المشروع نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فما جاء فتنه، وقعت فتنه، وقعت فتنه وفما الصحابه وفما التابعين وكذا، ويأولوا ويقروا معنا محمد الرسول قد خلت من قبله الرسل، فبلغ قيس سعيد معناها ازلي باش يبقى هو جماعته. هو طالب الحصانه ما بعد الرئاسه، بس الرئاسه هو وقتاش مش يخليها الرئاسه، خاطر سيد سعيد في خطابات سابقه قال سياتي يوم ما عطيناش الواحد. إيه هو ذاك هو تو التحيل، تو احنا مانيش عارفين الانتخابات وقتاش باش يمشوا لها نقمروا، يعني التعقيب الزمني ما وقعش هذا. تو احنا بعد الثوره مكسب من المكاسب الاساسيه هو ان نذهب لانتخابات حره ونزيهه وشفافه وتوقيتها معلوم وتستعد لها والبقيه تضمينها في الدستور والسياسيه. نعم. ومضمنه في الدستور، هو حتى في الدستور عامل كموس من ناحيه التعقيب الزمني. ما ذكرش هذا لانه يحب يتحيل. علاش ما ذكرش هذا في الدستور؟ كل دساتير العالم تحترم نفسها فيها حد أدنى من الديمقراطية تذكر معناه تقيد عملية الانتخابات مقيدة. نعم. إلا في دستور قيس سعيد هو ما يقوله رجل قانون ما يعرفش هذا، هو كل عملها كمامس معناه هو
ضرب من ضروب التحيل القانوني اللي لبسها للدستور بتاعه واللي كتبه بنفسه في حقيقة الأمر. يعني احنا خلينا الدستور استغرق ثلاثة سنوات من النقاش ومن الحوار والخلاف بين قوى مجتمعية وتوافقات ونجيو نعملوا الدستور معنا جبدوا قيس سعيد من القجرة بتاعه وفرضوا على التوانسة فرضا ويحبوا يفرضوا فيه زادة الحصانة مدى الحياة. شوف العبث يعني. هو